طلاب سادس الحلوين، يعطيكم ألف عافية يا رب، وإن شاء الله تكون كل أوقاتكم سعيدة وحلوة وكلها مليئة بالأفراح يا رب، ويبعد عنا وعنكم أي ألم. مس إن شاء الله اليوم رح نبدأ بمتابعة لمنهاج اللغة العربية لطلاب الصف السادس حبايبنا. رح نبدأ من الصفر، رح نبدأ بأول درس، رح نتابع درس درس ونراجع كل القواعد الموجودة فيه. مس حبايبي تابعوني، ادرسوا معي، منشنوا اصحابكم، يلا يا مس منشنوا اصحابنا حبايبنا عشان يتابعوا معانا الدروس وكلياتنا نكون من المتفوقين. طبعا حبايبي اول وحده تتحدث عن التواضع والاحسان، ايات قرانيه من سوره لقمان، بدنا نحفظ معانيها، بدنا نحل اسئله الفهم والاستيعاب. اللي بهمنا من الدرس كلياته يا مس، انا بالنسبه الي اللي هي التراكيب والاساليب اللغويه. التراكيب والاساليب اللغويه يا سادس بتحكي عن المبتدا والخبر، الفعل والفاعل والمفعول به، طبعا هدول رح ندرسهم مع بعض تمام بمخطط واحد، الجار والمجرور والضمائر المنفصله. ركز معي، فتح لي دينيك، يلا يا مس صحصح معي ونبدا. حكينا يا راوي يا سادس كلياتنا بنعرف انه الجمله في اللغه العربيه بتنقسم لقسمين، عندي جمله اسميه وعندي جمله ايش فعليه. شو هي الجمله الاسميه يا مس؟ اللي هي الجمله اللي بتبدا بشو؟ باسم. وشو الجمله الفعليه مس رنيم؟ هي الجمله اللي بتبدا بايش يا سادس؟ بفعل. حكينا بتبدا باسم، اول كلمه في الجمله الاسميه يا سادس اسمها ايش؟ مبتدا، والشيء اللي بخبرني عنها اسمه خبر. اذا اول كلمه في الجمله الاسميه اسمها مبتدا، واللي بخبرني عنها ده اسمه ايش؟ خبر. ودائما المبتدا والخبر مرفوع. هاي بالنسبه للمبتدا والخبر خلصناه. اذا عندي الجمله الاسميه تتكون من مبتدا وخبر. ليش سميناها اسميه؟ لانها بتبدا باسم. لما احكي السماء صافية، جملة اسمية، قبل نشرحها، جملة اسمية بدت باسم، اول كلمة في الجملة هاي بسميها مبتدأ، وتاني كلمة اللي هي بتحكي لي مالها السماء صافية خبرتني عنها، اذا خبر. والمبتدأ دايما مرفوع والخبر دايما مرفوع. فهمناها؟ تمام. الجملة الفعلية بتبدأ بفعل، اذا اول ركن من اركان الجملة الفعلية الفعل. ليش؟ لانها بدت بفعل فسميناها جمله فعليه. طب عمرنا شفنا فعل بدون ما دون ما حدا يعمله؟ لا. اذا بدها الجزء الثاني او الركن الثاني فاعل، واحيانا بتحتاج لمفعول به حتى يكتمل معنى الجمله. فعشان هيك بصير انا عندي ركنين اساسيين تمام، وعندي ركن ثانوي، يعني ممكن يكون، ممكن يصير وممكن ما يصير ويكون موجود. الفعل يمس هو عبارة عن ايش يمس؟ الفعل هو عبارة عن حدث، هو عبارة عن ايش؟ عن حدث يقترن بزمن، يعني حدث له زمن معين. هالزمن ممكن يكون ماض او مضارع او امر. اذا الفعل هو عبارة عن حدث بيقترن بزمن، هذا الزمن ممكن يكون ماضي او مضارع او امر. الفاعل يمس هو الشخص الذي قام بالفعل، ودائما ماله؟ دائما مرفوع. اذا الفاعل هو الشخص الذي قام بالفعل ودائما مرفوع. المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل، ودائما ماله؟ منصوب. اذا عندي الفاعل دائما مرفوع هو الشخص اللي قام بالفعل، المفعول به دائما منصوب وهو الشخص، هو الشيء الذي وقع عليه فعل الفاعل. طيب يا مس رنيم، هلا طب يا مس رنيم الافعال ايش هاي؟ ايش اعمل فيها؟ مس بحكي لك بكل بساطه، فعل ماضي دائما مبني، فعل امر دائما مبني. كيف يعني مبني؟ يعني مستحيل احكي فعل ماضي مرفوع، فعل ماضي منصوب، لا، فعل الماضي، فعل ماضي مبني على دائما ايش صار وخلص، فعل امر مبني على السكون، إيش صار؟ إشي بطلب إنه يصير. أما الفعل المضارع هو عبارة عن فعل معرب، كيف يعني فعل معرب؟ يعني ممكن إنه يجي مرفوع، تمام ركز معي، ممكن إنه يجي منصوب، ممكن إنه يجي مجزوم.
نخلي الرفع لبعدين، نبدأ بالنصب. كيف يعني يجي منصوب؟ يعني بيجي عندي حرف نصب زائد فعل مضارع. ايش هي حروف النصب؟ ان، لن، كي، ولام التعليل. هاي تيجي معاها فعل مضارع، مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لما احكي لن ألعب في الشارع، شوفوا لن حرف نصب، اجا وراها شو؟ هي فعل مضارع ماله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المجزوم يا مس بيجي عندي حرف جزم زائد فعل مضارع. طب مس رنيم شو هو حروف الجزم؟ حاضر يا مس، لام ولان ناهية، بيجي وراها فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يعني لم يدرس. شوفوا هاي حرف نصب جزم وأجا وراها فعل مضارع مجزوم. إذا ما أجا عندي حرف نصب ولا حرف جزم بيكون مرفوع وعلامة رفعه الضم. يدرسوا، يلعبوا، يجلسوا. تمام. أسلوب الجار اللي هو الجار والمجرور، اللي هو بيجي عندي حرف جار من إلى عن على سهلة، باء في اللام الكاف بيجي وراها اسم مجرور. الضمائر المنفصلة بدنا نحفظهم حفظ. عنا الضمائر المنفصلة، في عنا للرفع ورح نحكي عن النصب. هلأ الرفع في منهم للغائب، للمخاطب، للمتكلم، هو، هي، هما، هم، هن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، أنا، نحن. هذول نحفظهم ماشي. وعندنا للنصب نفس الشيء، عندنا للغائب، للمتكلم، وللمخاطب. إياه، إياها، وعندنا كمان إياهما، إياهم، وإياهن. للمتكلم إياي وإيانا، وللمخاطب المخاطب إياك، إياكي، إياكما، إياكم، وإياكنا. هذول يا مس بديش أنا، هذول ما لهم قاعدة، هذول بدنا نحفظهم حفظ. تمام مس حبايبي. هاي بالنسبة له قواعدنا. قلنا الجار والمجرور يا مس بيجي عندي حرف جار زائد اسم مجرور ومنكمل وعلامة جره، سواء شو ما كانت العلامة نحطها. شو هي حروف الجار؟ من، إلى، عن، على، باء، في، اللام، والكاف. تمام. الحصة الجاية يا مس طبعا ادرسوا هاي الدروس، هاي مهمة. الحصة الجاية رح نحكي عن الكتابة والراجع التاء المربوطة والمبسوطة والهاء. هاي بالنسبة لقواعدنا. مس بدي اياكم تكون اموركم تمام فيها. ادرسوا يا مس، تابعوا معي، شو ما بحكي لك تابع معي. منشن اصحابك وقرايبك وحبايبك، خلي الكل يستفيد. واي استفسار انا جاهزة فيه، ويعطيكم الف عافية.